بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض يعني مجموعة من الـ أو سلسلة من الفيديوهات متعلقة بعلم الكيمياء الضوئية أو التفاعلات العضوية الضوئية. في البداية هنتكلم عن بعض البيزك برينسيبلز الخاصة بالفوتوكيمستري، وهنبدأها بمقدمة وهي إن عندنا في علم الكيمياء أهمية هذا العلم في تطبيقاته، وتطبيقاته دي ناتجة من مجموعة من المنتجات اللي بيتم استخدامها عن طريق إن هي بيتم تحضيرها بواسطة تفاعلات كيميائية. وهذه التفاعلات الكيميائية مرتبط حدوثها بتحول المتفاعلات إلى نواتج، ولكي يتم تحويل المتفاعلات إلى نواتج بتحتاج المتفاعلات دي الى طاقه او انرجي. الانرجي ديت بيسموها الاكتيفيشن انرجي، يعني طاقه التنشيط. يعني لما يكون عندي تفاعل مثلا بيتم بين ماده A وماده B عشان احصل على الناتج بتاعي اللي هو الماده C، لازم ان عشان التفاعل يتم لازم يكون الماده A والماده B بيوصلوا الطاقة بتاعتهم إلى طاقة تسمى طاقة التنشيط، عشان يبدأوا إن هما يحصل عندهم اكتيفيشن، يبتدوا يحصل بينهم كوليجنز، وهذه الكوليجنز أو التصادمات بيبتدي عن طريقها وعلى إثرها بيحدث التفاعل الكيميائي. عشان يوصلوا للطاقة دي اللي بيسموها الانرجي بارير، اللي هي الاكتيفيشن انرجي، اللي هي حاجز الطاقة، دي بتتوقف على ايه؟ بتتوقف على نشاط هذه المتفاعلات. يعني لو المواد المتفاعله اللي عندي نشاطها مواد نشطه وفعاله بتحتاج طاقه اقل عشان تتفاعل مع بعضها، والعكس بالعكس مع المواد الاقل نشاطا. علشان التفاعل بتاعي يتم، لو المواد بتاعتي محتاجه طاقه، الطاقه دي بتاخدها عن طريق نوعين من مصادر الطاقة بقدر إن أنا أمد بيهم التفاعل بتاعي علشان يتم. النوع الأولاني إن أنا بضطر أستخدم الطاقة الحرارية، يعني برفع درجة حرارة التفاعل بتاعي بدل ما يتم عن طريق عند الروم تمبريتشر أو الأمبيانت تمبريتشر، ممكن إن أنا أرفع درجة حرارته إلى الوورمنج، إلى درجة حرارة مثلا 50 إلى 60 أو 70 درجة. ممكن أبتدي أرفع درجة حرارته لو أنا مستخدم سولفنت او عن طريق اي مصدر اخر للحراره، ارفع درجه حرارته بالتدريج. او المصدر الثاني للحراره بغض النظر عن الجهاز المستخدم لامداد بهذه الحراره، المصدر الثاني للطاقه عموما هو الاراديشن او الاشعاع، عن طريق استخدام مصدر للاشعاع او مصدر لاعطاء الضوء، الفوتو او اللايت. بمد التفاعل بتاعي بالإشعاع اللازم إن يحصل إمداد المتفاعلات بالطاقة، فبالتالي تجتاز الإنرجي بارير أو توصل للأكتيفيشن إنرجي اللازمة لحدوث التفاعل. من بين التفاعلات المشهورة جدا يعني ومن بداية الخليقة هو تفاعل البناء الضوئي أو الفوتوسينثيز، وهي ان النباتات، وده طبعا مبنية على ان هو تفاعل الطاقة بتاعته مستمدة عن طريق ايه؟ عن طريق اللايت او الفوتو او السان لايت، ضوء الشمس. النباتات بتمتص ضوء الشمس، وبالاخص في النبات هو صبغة الكلوروفيل الموجودة في الاوراق تبتدي تمتص ضوء الشمس، ويبتدي يحصل مع وجود غاز ثاني اكسيد الكربون وجزيئات المية، في وجود الضوء بيتم التحويل داخل النبات عن طريق عمليات الايض اللي موجوده في النبات، الميتابوليزم، بتتحول ثاني اكسيد الكربون والميه الى سكر جلوكوز وغاز الاكسجين. تمام، ده من ضمن التفاعلات، او ده من بين اساس للتفاعلات اللي هي بتعتمد عليها الامداد. الطاقه اللي بتستمد بتكون طاقه ضوئيه او فوتو انرجي. تمام، بعد كده عندي بتكلم عن الانتر اكشن بين الالكترومغنتيك راديشن مع الماده، وهنا بيبتدي يبدا لي الاساس
للطاقة الضوئية هو الضوء. الضوء عبارة عن الكترومغنيتيك راديشن، هو ده مصدر الطاقة بتاعي. الالكترومغنيتيك راديشن من بداية البحث في علم الكيمياء الضوئية أو علم الضوء عموما، لاحظنا إن الضوء تعريفه أو تكوينه أو طبيعته تدرجت بين مثلا إن العالم ماكسويل قال في نظرياته إن الضوء عبارة عن موجات. الموجات دي عبارة عن ناتجة من إيه؟ ناتجة من تذبذب مجال كهربي ومجال مغناطيسي، الاتنين كل منهما يعتبر عمودي على الآخر، perpendicular to each other، تمام؟ حركة electrical charge، electrical charges شحنات كهربية بتتحرك وفي صورة موجات، وموجات في الكهرومغناطيسية أو موجات مغناطيسية عمودية عليها. فالضوء هنا أثبت إن هو عبارة عن موجة، تمام؟ ودي أول بروبرتي للضوء. تاني جه بعد كده العالم بلانك وأثبت في نظريته الكمية كوانتم هايبوثيسيس بتاعته اللي هي بيسموها البلاك بودي راديشن، إشعاع الجسم الأسود. أثبتوا إن الضوء مش حاجة، مش كونتينيوس، مش شعاع مستمر غير مشتت، ولكن أثبتوا إن هو شعاع بيتكون من فيري تيني بارتكلز ديسكريت مشتتة بتسمى الكوانتا أو بتسمى الفوتونز، الفوتونات، تمام؟ عكس مثلا الليزر بيم اللي هو شعاع الليزر. شعاع الليزر بيكون شعاع بيتكون من طول موج واحد، عشان كده بنسميه مونوكروماتيك، بيكون كونتينيوس مستمر، مش ديسكريت، مش مشتت، بيكون موجه دايركتد، بيكون كونتينيوس. الليزر بيم ده جهاز، اختصار كلمة الليزر اختصار لكلمة اللايت امبليفيكيشن باي ستيميوليتد ايميشن اوف راديشن، تضخيم لحزمة معينة من الضوء عشان تديني، او طول موج واحد من الضوء بركز عليه، فبالتالي بيكون كونتينيوس. انما الضوء اللي احنا بنتكلم عنه او الالكترومغنيتيك راديشن ده مش نوع واحد من الضوء ولا طول موجي واحد، ده بالعكس، ده هو مجموعه من الاطوال الموجيه المختلفه والترددات المختلفه. رياضيا حساب معادله بلانك قال لي، او حسابيا قال لي ان الطاقه اللي بتنتج عن الالكترومغنيتيك راديشن بتتناسب طرديا مع تردد أشعة الضوء ديت، خلاص، والترددات مختلفة، يعني مش تردد واحد. وأثبت في المعادلة بتاعته إن الإي بتساوي اتش في ميو، الميو اللي هو التردد، والإي اللي هي الإنرجي المرتبطة بالراديشن، الميو اللي هي الفريكونسي، والاتش اللي هو ثابت بلانك معروف اللي هو 6.63 من 100 في 10 أس سالب 34 جول في الثانية، تمام؟ وطبعا في العلاقة اللي هي بين سرعة الضوء وبين التردد أيضا، يعني استكمالا لهذه المعادلة، إن التردد بيساوي السرعة على الطول الموجي، وإن الطاقة بتساوي، بالتالي يعني لما نستنتج إن الميو في معادلة بلانك، الميو بتساوي إيه على الإتش اللي هو ثابت بلانك، فبالتالي لما نطبق في معادلة السرعة اللي هي الميو بتساوي سي على لمدا، لندا ده اللي هو الطول الموجي، وسي دي اللي هي سرعة الضوء، هلاقي إن الإنرجي بتساوي اتش في سي على لندا، تمام؟ يعني الطاقة بتساوي ثابت بلانك في السرعة على الطول الموجي. سرعة الضوء ديت اللي هي، أو سرعة 3 في 10 أس 8 متر في الثانية، تمام؟ 3 في 10 أس 8 يعني تقريبا 300 ألف كيلو متر في الثانية. علشان كده يعني، ودي معلومة إضافية، إن سرعة الضوء دي لما باجي أشوف ضوء الشمس، لما بتشرق الشمس ويوصل الضوء بتاع على سطح الأرض بيوصل في قد إيه؟ العلماء حسبوها وحسبوا المدة، ولقوا إن المدة اللي بتستغرقها الأشعة بتاعت الشمس عشان توصل لسطح الأرض هي حوالي 8 دقايق و حوالي 20 ثانية، تمام؟ ومن هنا حسبوا المسافة بين الشمس والأرض، طلعت تقريبا حوالي 150 مليون كيلومتر،
نظرا لان هم حسبوا سرعه الضوء عباره عن 3 في 10 اس 8، وانا معايا الزمن تمام، فقدرت احسب المسافه من علاقه السرعه في الزمن تمام. السرعه بتساوي المسافه على الزمن، فبالتالي حسبوا المسافه حوالي 150 مليون كيلو متر. طيب جرافيكالي من خلال المخطط اللي قدامنا ده، وخدنا موجه من ضمن الموجات اللي هي تكوين الضوء المكونه او لطبيعه الضوء، يبقى هنا احنا استنتجنا ان الضوء عباره عن ايه؟ له طبيعه مزدوجه، يسموها الطبيعه المزدوجه للضوء او الديوال بروبرتيز اوف لايت. الطبيعه المزدوجه ان هو ايه؟ ان هو عباره عن ويف، موجه، وبارتكلز، وجسيم، ليس موجه فقط وليس جسيم فقط، ولكن اثبت ان هو موجه وايه؟ وجسيمات، والجسيمات هي عباره عن الايه؟ عن الفوتونات. طيب بعد كده بيقول لي ان جرافيكالي رسم موجه من ضمن الموجات اللي هي بتكون الكترومغنتيك راديشن، وهنلاحظ من الرسمه بتاعتنا او الجرافيك بتاعنا ان في مجموعه من المصطلحات او الكوانتيتيز، الكميات اللي احنا هنستنتج تعريفاتها مع بعض. اول مصطلح عندي هو الويف لينث اللي هو الطول الموجي. الطول الموجي هو المسافه او الفرق بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين تمام، تراكز يعني قاعين او قيعان، وكريستس اللي هي الايه؟ القمه. قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين المسافه بينهم تسمى الطول الموجي، بيرمز له بالرمز لمبه، وبيعبر عنه بوحده النانومتر او الانجستروم او الانجشتروم. النانومتر اللي هو 10 اس سالب 9 من المتر، والانجشتروم اللي هو 10 اس سالب 10 من المتر. بعد كده عندي الفريكوانسي اللي هو التردد. التردد تعريفه عباره عن ايه؟ عباره عن عدد الموجات الماره تمام خلال وحده من الثانيه. عدد السايكلز او الموجات اللي هي في الثانيه بيرمز لها بالرمز ميو، ووحدته هي عباره عن الهيرتز، لان نسبه للعالم هيرتز، وتساوي الوحده دي يعني ممكن نقول ان عليها انها هرتز، وممكن اقول ايه؟ سايكل بير سكند، او وحده في الثانيه تمام، او موجه في الثانيه. طبعا الميو بتساوي سي على لامدا، والسي قلنا ان هي سرعه الضوء، وسرعه الضوء اللي هي قلنا 3 في 10 اس 8 متر في الثانيه. نيجي بعد كده المصطلح الجديد اللي هو الويف نمبر، رقم الموجه، وهو عباره عن عدد الموجات الماره في خلال 1 سنتيمتر، وبتتحسب بسنتيمتر ماينس 1، وبيرمز لها بالرمز اللي هو الميو داش تمام، وبيساوي 1 على لمبة. طبعا من خلال المعادلات اللي انا باخدها دي هستنتج بعض الاستنتاجات. هبداها من البدايه من معادله بلانك، ان الطاقه بتتناسب طرديا دايركتلي بروبورشنال مع التردد، الطاقه بتتناسب طرديا مع السرعة، الطاقة بتتناسب عكسيا مع الطول الموجي، يعني كل ما زادت طاقة الإشعاع كل ما كان الطول الموجي أقل، أو لما يكون الطول الموجي أقل الطاقة بتبقى أكبر، والعكس صحيح. والتردد كذلك، كل ما كان التردد أقل كل ما كان الطول الموجي أكبر، والعكس يبقى inversely proportional. طيب الويف نمبر ايضا يتناسب عكسيا مع الطول الموجي. الطول الموجي كل ما زاد الطول الموجي كل ما كان الويف نمبر ايه؟ اقل، والعكس صحيح. نيجي اخر مصطلح عندنا اللي هو الامبليتيود. الامبليتيود اللي هو سعه الموجه، وهو الارتفاع القمه بتاعتي اللي هي اللي بيرمز له بالرمز ايه؟ بالرمز ايه؟ ده بيسموه الامبليتيود تمام. بعد كده بيقول لي، بيتنقل على نقطه ثانيه، وبنشوف تاثير الالكترومغنتيك راديشن او الاشعاع عموما، الراديشن على المواد. بيقول لي ان لما في اشعاع او شعاع من الضوء يسلط على الماده بيحصل له حاجه من ثلاثه، اما ان هو ترانسميتد بيمر من خلال الماده وبالتالي ما بيحصلوش حاجه، اما ان هو ريفليكتد بيتم انعكاسه، واما ان هو بيمتص جزء منه وجزء ايه؟ بيمر عادي من خلال الماده. اول حاجه اللي هو الترانسميشن، بيقول لي عمليه اللي فيها الالكترومغنتيك راديشن بيمر من خلال الماده، وزود ان تشينج ان انتنسيتي ما بيتغيرش الشده بتاعته.
بيدخل ويخرج بنفس الشدة بنفس القوة بتاعته، ما بتتغيرش ما بتتأثرش، نظرا لأن المادة ما تأثرتش بيه. تاني حاجة اللي هو الريفليكشن اللي هو الانعكاس، هو عبارة عن ظاهرة اللي فيها راديشن بينعكس، يعني بيسلط على المادة بتلاقي المادة عكست هذا الإشعاع، وده بيحصل في بعض المعادن الميتالز بالذات بيحصل فيها النوع ده من الريفليكشن للراديشن، بيبقى من الميتالز او من بعض الميتالز. تمام، نيجي للنقطه الثالثه اللي هي الابسوربشن اللي هو الامتصاص. وهنا بيقول لي ان اللايت بتاعي او شعاع الضوء لما بيتسلط جزء منه بيمتص من قبل الماده وجزء بيمر بيعدي من الماده عادي جدا ما بيحصلوش حاجه، فبالتالي الانتنسيتي بتاع الشعاع بتقل. ليه؟ لان هو في جزء منه تم ايه؟ تم امتصاصه. علم الفوتوكيمستري بيهتم بقى بالجزء اللي تم امتصاصه، وبالتالي هو بيبدا من عند اللحظه دي، بيبدا من عند امتصاص الضوء الابسوربشن اوف لايت، وبيهتم بالنقطه دي وبيشوف الضوء اللي بيمتص ده ايه اللي بيحصل له، هل هو بيأثر على الماده دي كيميائيا بيحصل فيها كيميكال ترانسفورميشن او كيميكال تشينج، ولا بيحصل فيها فيزيكال تشينج، ولا ايه اللي بيحصل فيها بالظبط. لكن الريفليكشن والترانسميشن بالذات الترانسميشن مش بيأثر في علم الكيمياء الضوئية او مش بيدرس من قبل علم الكيمياء الضوئية، نظرا لان الضوء ما أثرش في المادة في بدايات التعرف على هذا العلم اللي هو علم الكيمياء الضوئية او الفوتوكيمستري. كان يعني في يعني ظن كبير او شك ان التفاعلات الكيميائية الضوئية دي بتتم عن طريق ضوء الشمس والموجود بالقرب من سطح الارض وتأثيره على المواد، ولكن مع تطور العلم وتطور التقنيات وجدوا ان ضوء الشمس ده مش حاجة واحدة، مش شعاع واحد من الضوء له طول موجة واحد زي ما احنا اتكلمنا على الليزر كده، لا، وجدوا ان ضوء الشمس ده ضوء طبيعي طبعا، ده ناتشورال، وفي ايضا مجموعة من اللايتس اللي هي المان ميد لايتس، تمام، وجدوا ان هي مش عبارة عن نوع واحد من الضوء، ولكن الالكترومغنيتك راديشن ده سبيكترم، ده طيف بيتكون من العديد من الريجيونز او الارياز المناطق الضوئية، كل منطقة منهم بتكون عبارة عن زي حزمة، كل حزمة من دول بتكون مجموعة من الاطوال الموجية والترددات المتقاربة جدا في القيمة، تمام، وبالتالي لها طاقات مختلفة، يعني مش طاقة واحدة، لا مش طاقة واحدة، ده مجموعة من الطاقات المختلفة. بعد كده قال لي ان الالكترومغنيتيك راديشن ده زي ما احنا قلنا ان هو مجموعة من الريجون، كل ريجون ليها طاقة مختلفة، كل ريجون ليها طول موجي، مجموعة من الاطوال الموجية المختلفة وبالتالي الترددات المختلفة. اول نوع لو احنا مسكنا الالكترومغنيتيك راديشن سبيكترم هنلاقي ان هنا عندي المجال ده بتترتب مجموعه الريجنز دي من الاعلى طاقه الى الاقل طاقه، واحنا طبعا عرفنا ان الطاقه بتتناسب عكسيا مع الطول الموجي، وبالتالي المنطقه اللي بيكون الطاقه فيها اعلى اكيد طولها الموجي بيكون اقل. فلو خدناه من الشمال لليمين هنلاقي ان لو بدانا بالجاما ريز اشعه جاما هنلاقي ان اشعه جاما هي اعلى منطقه ليها طاقه ولكنها اقل المناطق في الطول الموجي. طيب اللي بعدها ايه؟ الاكس ريز اشعه اكس، اللي بعد اشعه اكس هو اليو في، منطقه الاشعه الالترا فايلوت الاشعه الفوق بنفسجيه، تمام، والاشعه الفوق بنفسجيه دي بتراوح الطول الموجي فيها من 180 او 200 الى 400 نانومتر. بعد كده الضوء المنظور، منطقه الضوء المنظور اللي هي الفيزابل، ودي بتراوح الطول الموجي فيها تقريبا من 400 الى 800 نانومتر، تمام، وبالتالي منطقه الاشعه الفوق بنفسجيه هي الاعلى في الطاقه من منطقه الضوء المرئي او الفيزابل، ولكن منطقة الضوء المرئي أعلى منها في قيمة الطول الموجي. بعد كده يليها الانفراريد الأشعة تحت الحمراء، بعد كده منطقة الميكروويف،
بعد كده موجات الراديو اللي هي راديو ايه؟ راديو ويفز. طيب لما جينا نشوف منطقة الضوء المرئي بشيء من التفصيل، لقينا ان هي بتتكون من سبع او بتتكون مجموعة من الالوان، تمام؟ الالوان ديت اللي هي بتمثل منطقة الضوء المنظور. الالوان دي بتترتب من اول اللون الفايلوت الى اللون الريد، بتختلف في الطاقة ايضا، بتقسم مجموعة من المناطق، كل منطقة فيهم بتختلف في الطاقة وطول الموجة ايضا. الطاقة للون البنفسجي بتكون اعلى من اللون الاحمر، فبالتالي بتترتب زي برضو منطقة الالكترومغنيتيك، مناطق الالكترومغنيتيك راديشن، فبيكون اللون البنفسجي اعلى في الطاقة من اللون الازرق، واللون الازرق بيكون اعلى في الطول الموجي من اللون البنفسجي. ديت اللي احنا بنسميها لما بيكون في يوم ممطر وبشوف الضوء منطقة الضوء المنظور، بشوف حاجة اسمها ايه اما بتسقط أشعة الشمس على الرين دروبلتس، قطرات المطر، بلاقي حاجة ما يسمى بإيه؟ بالرينبو أو قوس قزح. الألوان المكونة لقوس قزح دي هي مكونات الضوء المنظور، تمام؟ تختلف عن بعضها في الطاقة والطول الموجي زي ما احنا قلنا من الشمال لليمين، الطاقة بتبتدي تقل والطول الموجي بيزيد، تمام؟ وده برضو يعني معلومة إضافية. ليه مثلا، وده اثبات علمي، ليه السماء لما بنبص للسماء سكاي بتبان ان هي لونها اللون الازرق؟ ديت مبنيه او تم دراستها عن طريق عالم اسمه رايلي سكاترينج هايبوثيسيس، تشتت، نظريه التشتت بتاعت رايلي. قال ان لما ضوء الشمس بيسقط على السماء، الضوء وبعدين بتتعكس للايه؟ للعين، لعين الانسان، منطقه الضوء المنظور فيها جميع الالوان باختصار شديد، يعني عشان نفسر باختصار شديد المعلومه دي، جميع الالوان ديت بيتم انعكاسها، بس لما بتتعكس بيحصل لها تشتت، كل ضوء بيحصل له تشتت. لما بتتشتت هذه الالوان باطوال موجيه مختلفه وبطاقه مختلفه كلها مع بعضها، لما بيتم مزجها بتمزج وبتتحول الى اللون الازرق، تمام؟ فبالتالي انا بشوف السماء لونها ازرق، وبيكون تشتتها مختلف عند الغروب، عشان كده بشوف الشمس عند الغروب اللون بتاعها لما بينعكس على ضوء على الشمس نفسها قبل الغروب، يعني عموما اثناء النهار لما بشوف انعكاس هذه الالوان على اشعه الشمس بينعكس اللون الاصفر، فبالتالي الشمس بتبان لونها اصفر، وعند الغروب بيبان اكتر اللون الاحمر واللون الاورنج او الاصفر، تمام؟ ده كله بيبقى عباره عن تشتت سكاترنج. احنا قلنا ان هو مش كونتينوس، قلنا ان هو مش دايركشنال، الكترومغنتيك راديشن او اللايت عموما، الضوء الشمس بيكون سكاترد ديسبيرسد، تمام؟ فبالتالي التشتتات دي والانعكاسات دي بتعكس لنا الوان مختلفه تماما. لكن انت لو قربت من السماء ومن الشمس من فوق، نظرت لها من فوق من الاعلى، هتلاقي ان السماء لونها اسود والشمس لونها ابيض، تمام؟ زي النجوم، ما انت بتشوف النجوم بالليل كده، خلاص؟ لكن من اسفل، من على سطح الارض، بتشوفها، بتشوف الانعكاسات والتشتت بتاع الالوان ده بيديك لون السماء السكاي اللي هي لونها بلو، والشمس اللي هي لونها يلو. طيب نيجي لنقطة مهمة جدا، وهي بالنسبة لعلم الكيمياء الضوئية، التحولات الكيميائية اللي بتحدث نتيجة تعرض المادة إلى الراديشن، الراديشن الجزء المؤثر منه، الجزء المؤثر من الالكترومغنيتيك راديشن في المواد، واللي بينتج عنه كيميكال اور فيزيكال ترانسفورميشن او تشينجز، هو الضوء اللي بيجي من منطقة اليو في والفيزابل فقط، لان الطاقة بتاعتهم بتكون كافية ان انا اقدر احدث كيميكال ترانسفورميشن او فيزيكال ترانسفورميشن.
قلنا ان الطول الموجي بيكون للمنطقتين مع بعض، اليو في فيزابل ريجيون بتكون من 200 ل 800، 200 ل 400 اليو في و400 ل 800 الضوء المنظور، فبيكون مجملهم من 200 ل 800 نانومتر. ده بالنسبه للطول الموجي. اما بالنسبه للطاقه، الطاقه بتاعتهم بتكون كافيه ان انا اقدر اعمل كيميكال ترانسفورميشن والكترونيك بروموشن او الكترونيك ترانزيشن او اكسايتيشن. بتكون الطاقه بتاعتهم تقريبا من 36 ل 143 كيلو كالوري ايه بير مول لكل جزيء، او كل مول، مش لكل جزيء، لكل مول. تمام. وبالتالي استنتجنا هنا تعريف علم الكيمياء الضوئيه، وهو فرع من الكيمياء بيهتم بدراسه التغيرات الكيميائيه والفيزيائيه، الكيميكال اند فيزيكال تشينجز انيشيتد باي مين، الحراره ولا الضوء؟ لا، الضوء مش الحراره، الراديشن. انا راديشن على كل المناطق بتاعه الالكترومغنيتيك راديشن؟ لا، ده الالترا فايولت اللي هي اليو في، الضوء اللي الطول الموجي فيه من 200 ل 400، او الفيزبل لايت اللي بيكون الطول الموجي فيه من 400 الى 800. ده بيسموه علم الايه؟ الفوتو كيمستري، الكيمياء الضوئيه. بعد كده بيقول لي الكيميكال تشينج بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن ان انا بحول متفاعلات النواتج، بكون نواتج جديده عن طريق استهلاك، او ان المتفاعلات بتتفاعل مع بعض فبيتم استهلاكها وبتتحول كلها الى ايه؟ الى نواتج. اما الفيزيكال تشينجز بتكون عباره عن مجموعه من الظواهر المشاهدات، وهنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو قادم، ايه هي الفيزيكال بروسيسز او الفيزيكال تشينجز اللي بتنتج عن الايراديشن بين اللايت او الايراديشن اوف ايه؟ اوف ماتر للماده. الفوتو كيمستري ان جنرال لها العديد من الابلكيشنز في مجالات مختلفه وتقنيات مختلفه، من ضمنها يعني او ان جنرال لما بيكون في اي ترانسفورميشن سواء كيميكال اور فيزيكال، ولكن يفضل الا يحدث ان دارك يعني في الظلام، او ثيرمالي عن طريق درجه الحراره، بنبتدي نلجا بنقول ان هو يمشي فوتوكيميكالي، ان انا بعرض الاراديشن ليه. وكذلك بيدخل في الكاتاليزيشن، في التحفيز، في تفاعلات كتيره جدا لما بتتعرض للحراره، المواد المتفاعله ممكن تتكسر او يحصل ديجراديشن للبرودكت، فبتفضل ان يستخدم اللايت او الايراديشن بيكون افضل في الحالات دي. من ضمن التطبيقات لعلم الكيمياء الضوئيه مثلا هو عباره عن تخليق فيتامين دي في داخل جسم الانسان، وهنتكلم عنه بعد كده بشيء من التفصيل، تكوينه والتفاعلات اللي بتتم عشان يتكون. تمام. بعد كده عندي مثلا مثال اللي هو تخليق النايلون 6 بوليمر، بيدخل طبعا دي صناعه المنسوجات، عن طريق تفاعل بيتم لتحضير المونومر اللي بيدخل في تفاعل البلمره لتحضير النايلون 6، المونومر اللي اسمه اللي هو الكابرولاكتام، وده برضو هنتكلم عنه بشيء من التفصيل فيما بعد. ايضا بيدخل لها تطبيقات في الميديسينال كيمستري ابلكيشنز، تطبيقات الكيمياء الطبيه، زي ايه مثلا؟ زي ان انا بكشف على بعض الادويه وتاثيرها، هل بتتاثر بالضوء ولا لا. ايضا بعض الادويه بنلاحظ ان هي محطوطه في دارك بوتلز، او اللي هي الازاز البنيه دي، ليه؟ وكذلك بعض الكيميكالز في المعامل، نظرا لان هي بتتعرض او بتتاثر بالضوء وبالتفاعلات الضوئيه. تمام. فبالتالي الادويه ديت ممكن ان هي تتحول الى مواد سامه لو تعرضت للضوء، لو انا حطيتها في كلير بوتلز او ازايز شفافه. فبالتالي بعض بيكون مهم جدا ان انا لازم اراعي النقط دي. كذلك الصن سكرينز او الصن بلوكر، صناعه الصن سكرينز او الصن بلوكر دي جايه منين؟ جايه من ان المواد دي بتتاثر باشعه الشمس، وهنتكلم عنها برضو في بعض الاجزاء بعد كده، ان المواد دي بيكون فيها مواد فعاله في الصن سكرين او الصن بلوكر ده، ان هي بتقدر ان هي تتفاعل مع اشعه الشمس وبتحمي الجسم نفسه، بحيث ان هي تمتص اشعه الشمس اللي هي اليو في، اشعه فوق البنفسجيه، وبالتالي الاشعه دي ما بتاثرش على جسم الانسان. ده اللي بينقلنا الى حاجه مهمه جدا، وهي قوانين الفوتوكيمستري. ايه القوانين اللي قايمه عليها علم الكيمياء الضوئيه، والاساسيات اللي مبني عليها علم الكيمياء الضوئيه؟ قال لي ان في بعض القوانين اللي بتحكم تداخل بين الالكترومغنيتيك راديشن والماده. اول قانون او اول مبدا للفوتوكيمستري بيسموه الجروتسس
دريبر لو، عالم اسمه جروتسس ودريبر، قالوا ان المصطلح بتاعه الاستيتمنت بتاع القانون بيقول لي ان اللايت الضوء ماست بي ابسوربد، لازم يمتص فور كيمستري فوتو كيمستري تو اوكير. يعني ما ينفعش ان تقول لي ان حصل تحول فوتوكيميكال او فوتوكيميكال ترانسفورميشن بدون ما يكون في جزء من اللايت امتص. ما ينفعش يحصل ترانسيميشن للضوء من الماده، يعني الماده ما تاثرتش بالضوء اصلا اللي مر عليها، وتقول ان حصل تفاعل كيميائي ضوئي. وبالتالي ده اول مبدا، يعني لازم يحصل ايه ابسوربشن، زي ما احنا قلنا ان ما بيبداش الفوتوكيمستري، ما بتبداش الا لما بيكون حصل امتصاص لاشعه الضوء. ده مبدا بسيط جدا ولكن هو الاساس في الفوتوكيميكال والفوتوبيولوجيكال اكسبيرمنتس. لو الضوء لم يتم امتصاصه الفوتوكيمستري مش هتحصل، نو فوتوكيمستري ولا كيف، ونو فوتوبيولوجيكال افكتس ويل بي اوبسيرفد، مفيش اي تاثيرات او تغيرات هتحصل. لما الضوء بيسقط على الماده، النقطه الثالثه، بيقول لي جزء من الضوء اللي بيسقط عليها بيمتص عن طريق المواد المتفاعله، ده اكتنج سبيشيز، بيقدر ان هو يحدث تغير كيميائي كيميكال تشينج، وجزء منها بيتم انعكاسه، ولكن اللي بيتم انعكاسه ده ما بيكونش له اي تاثير على ايه، على الماده. فده تفسير القانون الاول لايه، للفوتوكيمستري. القانون الثاني للفوتوكيمستري سكند لو، التكافؤ الكيميائي، بيسموه قانون التكافؤ الفوتوكيميكال كيوفيلانس، تمام، قانون التكافؤ الكيميائي الضوئي. القانون ده تم صياغته من العالم ستارك والعالم اينشتاين طبعا في عام 1909 و1913. منطوق القانون بيقول لي ان اتش مولكيول، كل جزيء بيشارك في تفاعل كيميائي ضوئي، لازم بيمتص 1 كوانتم او 1 فوتون، بيمتص فوتون واحد من مكونات الضوء. احنا قلنا ان الضوء عباره عن جسيمات، العديد من الجسيمات المتشتته، واسمها ايه، اسمها الكوانتا او الفوتون. فهو هنا بيقول لي ان كل جزيء من الماده بيمتص واحد فوتون، وهو ده اللي بيقدر يعمل اندكشن للتفاعل، هو ده اللي بيقدر يعمل اكتيفيشن للمواد المتفاعله، تمام. طبعا يعني هو بيتكلم هنا، طبعا هو صياغه القانون كانت سنه 1913، كان قبل ما يحدث تطور كبير دلوقتي. احيانا في تفاعلات دلوقتي لا بتمتص الجزيء الواحد، ممكن يمتص اكتر من فوتون، وبالتالي بيحصل له اكسايتيشن، الالكترونيك اكسايتيشنز لاكتر من مستوى من الاكسايتد ستيتس، يعني في تغير كبير حصل. ولكن هي دي البدايه وده الاساس، ان هم قالوا ان كل جزيء له ايه، فوتون. ولكن في بعض الاجهزه زي الهاي باورد ليزرز، زي الليزر اللي هو قوته عاليه جدا، في ممكن تو فوتونز، ممكن ان التفاعل المواد المتفاعله تمتص اكتر، كل جزيء يمتص اكتر من فوتون، يعني ممكن اثنين او ثلاثه او هكذا يعني. وممكن التفاعل يحصل بكده، وبالتالي الجزيء بيبتدي يرتفع از ريزد تو ا هاير انرجي ستيت ذان برودوسد باي سنجل فوتون ابسوربشن. يعني انت لو الجزيء لو امتص فوتون واحد بيروح لمستوى طاقة أعلى، تمام؟ طب لو امتص 2 فوتون بيروح لمستوى طاقة أعلى من اللي امتصه، من اللي امتص فوتون واحد. يعني كل ما تمتص فوتونات أكتر، كل ما مستوى الطاقة اللي أنت اللي الجزيء بيطلع له بيكون إيه؟ بيكون أكبر. ده اللي بينقلنا النقطة في غاية الأهمية، وهي types of excitations، يعني إيه انتقال الإلكتروني والاكتيفيشن وتاثير الاراديشن على ايه، على المواد من ناحيه الالكترونات. طبقا بيقول لي طبقا لنظريه او نموذج العالم بور، نموذج الكم للعالم بور لتصوره للذره، وطبقا للنظريه الشهيره اللي هي المولكولار اوربيتال ثيري، تمام، بيقول لي في طبعا اثبت ان في العديد من مستويات الطاقه زي ما احنا عارفين، واستنتجوا بعد كده اعداد الكم، عدد الكم الرئيسي، وعدد الكم اللي هو مستويات الطاقه من 1 ل 7، عدد الكم الثانوي، وعدد الكم المغناطيسي، وعدد الكم المغزلي، وهكذا. بيقول لي ان ثبت طبعا ان الالكترونات بتبقى موجوده في مستويات الطاقه، وطبعا بتبقى موجوده
في مستوى كل 2 الكترون بيشغلوا ما يسمى علميا باسم الايه؟ الاوربيتال. طبعا بيكون ال2 الكترون دول لهم يعني اتجاهين مختلفين، واحد مع عقارب الساعة وواحد عكس عقارب الساعة. لما بيسقط الإشعاع على المادة بيبتدي الإلكترونات ديت، لأن الحركة كلها والتأثير كله جاي من الإلكترونات، وتأثير الراديشن كله بيبدأ من الإلكترونات في المادة. فحركة الإلكترونات بتتم إن الإلكترون ده، المادة بتبقى في حالة مستقرة بيسموها الجراوند ستيت، الإلكترونات بتكون فيها. أول ما بتبتدي تسقط عليها طاقة الراديشن أو الراديشن بيسقط عليها، يبتدي الطاقة بتمتص من قبل المادة. أول ما المادة بتمتص هذه الطاقة، الإلكترونات دي بيحصل لها حاجة اسمها اكسايتيشن، إثارة. الإثارة دي بتخلي الإلكترون يسيب مكانه في الجراوند ستيت ويروح لحاجة أعلى، مستوى طاقة أعلى، لأنه خد طاقة، فيبتدي يطلع لفوق. بيسموها الهاير إنرجي ليفل أو الإكسايتد إيه؟ الإكسايتد ستيت. زي ما عندنا هنا في الفيجر اللي قدامنا، الفوتون أو الراديشن لما بيسقط على الإلكترون وهو في الجراوند ستيت، يبتدي يكون الطاقة بتاعته والنشاط بتاعه بيزيد والاستقرار بتاعه بيقل، فيبتدي يسيب مكانه في الجراوند ستيت ويطلع لإيه؟ للإكسايتد ستيت عن طريق الطاقة اللي امتصها. وطبعا هنا مش إكسايتد ستيت واحدة بس، لا، هنا شوف في التوضيح في الفيجر الثاني وضح لك إن الإكسايتد ستيت مش مستوى واحد، لا، ده مستويات كتيره جدا بناء على الطاقه اللي هو امتصها. هو امتص طاقه قد ايه؟ طلعه للمستوى الاكسايتد ستيت الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا وهكذا يعني. طيب النقطه اللي بعدها بيقول لي مش كل الطاقه اللي بيمتصها الجزيء او الالكترونات اللي موجوده في الذره، وبالتالي الذره هي مكونه للجزيء، وبالتالي انا قصدي الالكترونات او قصدي الجزيء لما بيمتص الطاقة اللي بيمتصها الجزيء دي بتتوزع على كذا حاجة، وعلى حسب الطاقة اللي الجزيء امتصها هو بيبتدي ياخد اكشن معين. يعني الجزيء لو امتص طاقة كميتها بسيطة بيبتدي يعمل حاجة اسمها فايبريشن، يبتدي الجزيء يهتز وهو في مكانه. طب طاقة أعلى شوية يبتدي يعمل روتيشن، يسموها الروتيشنال انرجي. طيب والطاقة اللي هي ترانزيشنال برضه يبتدي يتحرك من مكانه، يعني يدور في مكانه وبعد كده يبتدي يتحرك من مكانه. لكن لو الطاقة عليت عن كده بقى ووصلت للطاقة الكافية أو السفيشنت إن أنا أقدر أعمل الكترونيك اكسيتيشن، دي بتكون أعلى طاقة بياخدها الجزيء. يبقى جزيئات المادة الطاقة بتروح لها تدريجيا، ومش كل كم مش أي كمية طاقة الجزيء بياخدها بيعمل الكترونيك اكسيتيشن، لا، ده بيقول لي إن أقل كمية من الطاقة الممتصة تقدر تسبب لي الفايبريشن والروتيشن والترانزيشن من بتاع للاتومز في الموليكيول. أقل طاقة يعني مش أعلى طاقة، لا، ده أقل طاقة. يعني الجزيء ممكن يمتص طاقة بسيطة يبتدي يعمل فايبريشن روتيشن ترانزيشن، لكن هل بالضرورة ان الكمية اللي بيمتصها الجزيء من الطاقة كافية ان هو يقدر يعمل الكترونيك اكسيتيشن؟ لا، مش كافية. وبالتالي لو امتص كمية اقل من اللازمة لانه يعمل الكترونيك اكسيتيشن، يبقى هو مش هيعمل اكتر من ان هو يحصل له فايبريشن او روتيشن او ترانزيشن، هو في مكانه لكنه او هيتحرك من مكانه قليلا لكنه مش هيقدر ان هو يعمل الكترونيك ايه اكسايتيشن. وبيقول لي ان الطاقه اللازمه عشان يحدث الفوتو كيميكال رياكشن بقى، لازم الانرجي اوف ذا ابسوربت راديشن ماست بي سفيشنت تو ميك ان الكترونيك ترانزيشن، لازم تكون كافيه ان انا اقدر اعمل الكترونيك ايه ترانزيشن من 1 مولكولار اوربيتال تو هاير 1، لواحد اعلى منه. طيب هنبتدي نتنقل لنقطة الالكترونيك اكسايتيشنز أكتر، ونقول إن في الجزيء الواحد أو كل جزيء بيكون الالكترونات فيه بتشغل أوربيتالات حسب الروابط اللي هي بتكونها. في عندي كذا نوع من الالكترونات، في الكترون بيكون رابطة سيجما، تمام، وفي الكترون بيكون رابطه باي،
وفي الكترون بيكون مش مشارك اصلا في تكوين الرابطه، وبالذات في الهيترو اتومز. يعني عندي مثلا جزيء الميه مثلا H2O الاكسجين، هل الاكسجين بتشارك بالكترون مع الهيدروجين وبتكون مع رابطه تساهميه، وبتشارك بالكترون مع الهيدروجين الثاني وبتكون مع رابطه تساهميه، لكن هل كل الفالنس الكترونز الكترونات التكافؤ بتاع الاكسجين بتبقى انتهت؟ لا، في جزء مش مشارك انشيرد الكترونز. الانشيرد الكترونز ده بيسموه نون بوندنج الكترون، غير مكون رابطه. بوندنج يعني بيكون رابطه، نون بوندنج يعني ما بيكونش روابط، يعني موجود في حاله استقرار، الجزيء موجود في حاله استقرار ولكن الالكترونات دي مش مكونه روابط. خلاص، اللي هي بنسميها اللون بير، يعني زوج حر من الالكترونات. تمام، فمن هنا جالي قال لي ان الالكترونات احنا قلنا ان هي لما بتمتص طاقه تتحول من تنتقل من الجراوند ستيت للاكسايتد ستيت. حسب الدياجرام اللي قدامي ده او الفيجر اللي قدامي ده بيقول لي ان انت عندك ثلاث مستويات من الجراوند ستيت، عندك من بيسموها البوندنج ستيت، تمام، او البوندنج الكترون. بوندنج يعني مكون رابطه. طيب اللي مكون رابطه ده فيه كام نوع من الروابط؟ ممكن يبقى مكون رابطه سيجما يعني احاديه، ممكن يبقى مكون رابطه باي يعني ان ساتوريتد يعني في دبل بوند او تريبل بوند، ممكن يبقى مكون مش مكون رابطه لا احاديه ولا ثنائيه ولكن زوج حر من الالكترونات، ده بيسموه النون بوندنج غير مرتبط. طب لما بيحصل لهم اكسايتيشن، بيحصل لهم اكسايتيشن لمستويات اعلى، خلاص بيبتدي الالكترون يسيب مكانه ويطلع لمستوى اعلى، فبالتالي بيكسر البوندنج ده. يعني هو كان مرتبط مع الكترون زميله، لا بيبتدي البوندنج ده يتكسر، بيسيب زميله ده ويبتدي ينتقل هو الى مستوى اعلى، فبالتالي انا كسرت البوندنج وطلعته المستوى هو واقف فيه لوحده. فبالتالي ده باختصار شديد يا جماعه الشرح ده، خلاص بيطلب يطلع لمستوى بيسموه فيه انتي بوندنج، يعني هو مش عامل رابطه، موجود في حاله مصارعه الالكترون ده، تمام، فبالتالي سموها باي ستار، باي ستار وسيجما ستار. لو الكترون من النوع سيجما يعني عامل رابطه احاديه، تمام، حصل له اثاره وساب مكانه وكسرت الرابطه سيجما دي، هينتقل لايه؟ مثلا لسيجما ستار. طيب الكترون من نوع باي هينتقل لباي ستار. طب ينفع الكترون من نوع سيجما يكون رابطه سيجما لما يحصل له اثاره وينتقل من مكانه من البوندنج اوربيتال ينتقل لانتي بوندنج اوربيتال من نوع باي يعني باي ستار؟ لا ما ينفعش، لان هو اصلا كان عامل رابطه سيجما، فعشان كده بيجي لي حاجه اسمها ايه؟ اسمها الالاود ترانزيشن والنط الاود ترانزيشن، الانتقال المسموح به او المنطقي والانتقال للنط الاود او الفوربيدن. قال ان انت عندك ممكن ايه يحصل ايه؟ يعني هنقول جميع الترانزيشنز وبعد كده هنقول ايه الالاود وايه النط الاود. قال لي ممكن يحصل عندك سيجما لسيجما ستار، انتقال الكترون من عامل رابطه سيجما تنكسر الرابطه يحصل اثاره للالكترون منهم ويبتدي الالكترون ده ينتقل الى انتي بوندنج اوربيتال او السيجما ستار. ممكن الكترون عامل رابطه باي ينتقل، تنكسر الرابطه باي وينتقل الالكترون الى باي ستار يحصل له اثاره، تمام. ممكن الكترون حر في زوج حر من الالكترونات مش عامل اي روابط يبتدي ينتقل الى سيجما ستار لو هو عامل رابطه، لو 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 الزوج الحر من الالكترونات ده الذره اللي هو موجود فيها عامله رابطه سيجما، يعني مثلا زي الايثانول الاو اتش اللي في الايثانول، الاكسجين عليها لون بير اوف الكترونز، الالكترون اللي الالكترون من الالكترونات اللي هي في الزوج الحر من الالكترونات بتاع الاكسجين ده لما تيجي تنتقل ويحصل لها اثاره، الكترون منهم لما يصار هيصار من ان، طبعا لان هو نون بوندنج هيبقى من ان السيجما ستار ولا من ان الباي ستار؟ لا من ان السيجما ستار، لان الذره اللي هو مرتبط بيها يعتبر الذره دي عامله روابط من نوع سيجما مش عامله روابط من نوع باي. طيب لو هي مثلا كربونيل جروب سي دبل بوند او، الاكسجين دي عامله دبل بوند مع الكربون، تمام، فبالتالي الزوج الحر من الالكترونات اللي هو الان يطلع لفين لما يحصل له اثاره؟ يطلع للباي ستار.
تمام. يبقى عندنا من سيجما لسيجما ستار، من سيجما لباي ستار، من باي لباي ستار، ومن باي لسيجما ستار، ومن ان لباي ستار، ومن ان لسيجما ستار. ست انواع من الترانزيشن. مين منهم اللي ينفع ومين منهم اللي ما ينفعش؟ كلهم ينفعوا ما عدا اثنين، ما عدا ان الكترون من رابطه سيجما خلاص بيعمل رابطه سيجما يطلع لانتي بوندنج اوربيتال، يحصل له اكسايتيشن لانتي بوندنج اوربيتال من نوع باي باي ستار، او ان الكترون عامل رابطه باي لما تتكسر رابطه يحصل له اكسايتيشن انه يطلع لي انتي بوندنج اوربيتال من نوع سيجما اللي هو سيجما ستار. انما كل الترانزيشنز تنفع، عشان كده الالاوت ترانزيشن اربعه، والنوت الاوت او الفوربيدن اثنين. الالاوت اربعه من الترانزيشنز اللي هم سيجما سيجما ستار، وان السيجما ستار، وباي لباي ستار، وان لباي ستار. والنوت الاوت الفوربيدن اللي هم مين؟ اللي هم من سيجما لباي ستار، ومن باي لسيجما ستار. قال لي طيب ماشي، امال ايه الانرجي ده؟ الانرجي ده بيقول لك ان كل انتقال فيهم بيحتاج طاقه قد ايه الجزيء بياخدها. مش كل الانتقالات بتحصل بنفس الكميه من الطاقه، لا طبعا. قال لي ان من سيجما لسيجما ستار ده بيحتاج اعلى طاقه، ليه؟ لان انت بتكسر رابطه سيجما، رابطه مستقره ورابطه قويه جدا. معروف ان الرابطه السيجما اقوى من الرابطه الباي، وان اللون بيرف الكترونز حركتهم اسهل، يعني الالكترون اللي مش مكون رابطه انتقاله هيكون اسهل من الالكترون اللي عامل رابطه. فبالتالي حركه النون بوندنج الكترون اللي هو موجود عند الان مرتبط بذره ولكنه مش مشارك اصلا، مش عامل اي رابطه، بيكون الطاقه اللي عايز اللي ياخدها عشان يحصل له اكسايتيشن اقل من اللي ياخدها اللي عامل رابطه باي، لان الرابطه باي اضعف من الرابطه سيجما، وبالتالي اقوى رابطه هي الرابطه سيجما. وعشان كده الانتقال اللي هو من سيجما لسيجما ستار بيكون الانرجي بتاعته اعلى طاقه، تمام. يليه اللي هو من ان لسيجما ستار، تمام، يليه من باي لباي ستار، لان الرابطه باي اضعف من رابطه سيجما، يليه اخر حاجه خالص اللي هو من ان لباي ستار، تمام، بناء على الكلام اللي احنا ايه اللي احنا قلناه. طيب عايزين نتكلم شويه على كل نوع من الترانزيشنز بقى، يعني احنا اتكلمنا عنهم وعن الطاقه وعن مين منهم الالاود ومين اللي نط الاود وطبيعتهم. هيمسك واحد واحد من الاربعه اللي هم الالاود. قال لي السيجما سيجما ستار الانتي بوندنج مولكولار اوربيتال اللي هو اسمه ايه؟ قال لي بيسموه سيجما ستار او سيجما استريسك. استريسك اللي هي بنقول عليها احنا ستار، تمام؟ انما انا ممكن اقول عليها سيجما استريسك او سيجما ستار اللي هي نجمه، تمام؟ الترانزيشن من سيجما 2 سيجما ستار بيسموه سيجما، وبعدين بحط سهم وبقول سيجما ستار، دي معناها تعني كلمه سيجما سيجما 2 سيجما ستار، ان الالكترون اتنقل من مكون رابطه سيجما الى من بوندنج اوربيتال اسمه سيجما الى انتي بوندنج اوربيتال اسمه ايه؟ سيجما ستار. الترانزيشن ده بيحتاج زي ما احنا قلنا اعلى طاقه بين كل الترانزيشنز الممكنه اللاود، تمام. ايه المركبات العضويه اللي ممكن تعمل او اللي ممكن يحدث فيها لما يسقط عليها الضوء او الفوتونات ان يحصل فيها النوع ده من الترانزيشنز؟ قال لي الساتوريتد، لازم تكون رابطه ساتوريتد لانها مشبعه، يعني رابطه احاديه. ساتوريتد هيدروكربونز ممكن زي الميثان والايثان والبروبان وهكذا، تمام. بيحصل ايه؟ ان الرابطه السيجما ديت الضوء بيسقط عليها بيبتدي تنكسر الرابطه دي، الكترون من الالكترونات دي بيحصل له اثاره اكسايتيشن، الاكسايتيشن بيروح من سيجما لايه؟ الى سيجما ستار، ولكن لازم تكون الطاقه كافيه لكده. ثاني نوع اللي هو الان سيجما ستار، الترانزيشن ده بيكون من نون بوندنج اوربيتال، بيكون الكترون مرتبط بذره هيتيرو اتوم، وبنقول هيتيرو اتوم ليه؟ يعني ايه هيتيرو اتوم في الكيمياء العضويه؟ يعني ذره غير الكربون والهيدروجين على وجه التحديد، زي يعني مثلا الاكسجين، النيتروجين، السلفر، ممكن بعض الهالايدز وهكذا. احيانا يعني بيسموه انشيرد بير اوف الكترونز او لون بير اوف الكترونز موجودين على الذره ديت اللي هي الهيترو اتوم، زي مثلا الاكسجين بيبتدي اللون بير ده يحصل له ايه؟ لو الاكسجين دي او الذره دي مرتبطه برابطه سيجما يبقى هيعمل انتقال من الان لسيجما ستار، لانتي بوندنج اوربيتال اللي هو سيجما ستار، تمام؟ زي مين الامثله؟ قال لي زي الكحولات،
طبعا لانها بتعمل روابط احاديه، الاو اتش الهيدروكسيل جروب اللي في الكحول عامله رابطه احاديه. الايثرز، الايثر اللي هو مجموعه الكايل او ارايل واكسجين، وبعد كده مجموعه الكايل او ارايل ار او ار او اي ار او ار، يعني ايا كان المجموعه ارايل او الكايل، المهم ان في النص في اكسجين بوند. الكيتونز ممكن تعمل ان السيجما ستار وممكن تعمل ان الباي ستار، لان الكيتونز فيها سي دبل بوند او. الدبل بوند دول رابطتين، واحده منهم سيجما وواحده باي. لو الالكترون اللي اتنقل ده هو اللي بتاع الرابطه سيجما يبقى هيعمل ان السيجما ستار، لو الالكترون من الرابطه باي يبقى هيعمل ان الباي ستار. والالدهايدز ايضا الساتيوريتد هالايدز، تمام. والامينات اللي هي فيها ان اتش 2 هيترو اتوم برضه اهي، يعني مثلا ميثايلامين سي اتش 3 ان اتش 2، النيتروجين عليه لومبير، اللومبير اللي على النيتروجين ده لو الكترون منهم اتنقل يعمل ايه؟ رابطه، يعمل ترانزيشن ان سيجما ستار. بعد كده عند الباي اللي باي ستار بيتنقل الالكترونات من بوندنج اوربيتال اللي هو الباي لانتي بوندنج اللي هو باي ستار. الاورجانيك كومباوندز اللي ممكن تعمل ده اللي هي فيها روابط ثنائيه دبل بوند اور تريبل ايه اور تريبل بوند، زي مثلا لو قلت الايثيلين او الاسيتيلين او كده، ممكن ان الكترون من الكترونات الرابطه باي يحصل له اكسيتيشن يعمل من باي لباي ستار ترانزيشن. اخر نوع من الالو ترانزيشنز هو الان الباي ستار، وده بيبقى الكترون مثلا في الكربونيل جروب عندي الكترون من بيتنقل من النون بوندنج اوربيتال من على ذره الاكسجين، من ذره الاكسجين الى باي ستار، لان هو يعتبر من الكترونات الرابطه ايه، من الكترونات الرابطه باي. لان الباي ستار هو اقل ترانزيشن في الكترونيك ترانزيشن، او اقل الاوت الكترون ترانزيشن عشان نكون محددين، بيحتاج طاقه، طاقته بتكون بسيطه جدا لان الرابطه باي تعتبر رابطه مش قويه، والانتقال بيكون من الكترون اصلا لون بير، يعني او من لون بير اوف الكترون، يعني زوج حر ما هوش عامل رابطه واوريدي ينتقل الى باي ستار، يعني رابطه تكون رابطه ضعيفه اساسا. فعشان كده بيكون قال ده اسهل نوع من انواع الانتقالات الالكترونيه، فبالتالي الطاقه بتاعته بتكون ايه، بسيطه جدا. مثال عليه زي الساتوريتد الدهايد. عشان نوضح ده اكتر نشوف مع بعض الانيميشن ده عشان نشوف بامثله. عندي بدايه الايثان، جزيء الايثان عندي رابطه بين الكربون والهيدروجين بما انها اضعف من الكربون والكربون وتعتبر من نوع سيجما، تمام. لو حصل ان الرابطه دي الكترون منها حصل له اكسايتيشن هيبتدي يعمل ترانزيشن اللي هو الايه، سيجما لسيجما ستار، تمام. طب لو شفنا الايثانول هلاقي الايثانول الاكسجين في لون بير اوف الكترونز اهو، تو لون بير اوف الكترونز، ومتصل الاكسجين عامله رابطه سيجما، فبالتالي النون بوندنج ده هيعمل ايه، ان السيجما ستار. ده طبعا نون بوندنج الالكترونز دي في نون بوندنج اوربيتال او نون بوندنج الكترونز، هيبتدي ايه، تعمل ترانزيشن من نوع ان سيجما ستار. يعني الايثانول ممكن يحصل فيه نوعين من الترانزيشن، ممكن يحصل فيه سيجما لسيجما ستار، وممكن يحصل فيه من ان الى سيجما ستار. ودي نقطه مهمه جدا ان انا ابقى عارف الجزيء نفسه ممكن يحصل فيه ايه، انواع الترانزيشن اللي بتحصل داخل الجزيء نفسه كله مش بس الرابطه. طيب بعد كده اداني مثال الاسيتالدهايد، ده ممكن يحصل فيه لان فيه روابط احاديه، وممكن يحصل فيه سيجما لسيجما ستار، وممكن يحصل فيه من الان، وفي باي رابطه باي اهو. يعني شوف بقى كم نوع من الترانزيشنز ممكن تحصل عندنا، ممكن كل انواع الترانزيشنز ممكن تحصل. سيجما سيجما ستار ممكن يحصل، سيجما الباي ستار ده نطق اللاود، هنشوف دلوقتي اهو علمنا عليهم اهو، نطق اللاود ترانزيشن، يعني كل الترانزيشنز اللاود ممكن تحصل. السيجما سيجما ستار عشان عندي رابطه احاديه، الباي لباي ستار عشان عندي رابطه ثنائيه، ال 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 ان السيجما ستار عشان في عندي رابطه احاديه اللي هي بين الكربون والاكسجين اهي، فدي ممكن تعمل ان السيجما ستار، تمام. طيب
دي رابطه باي بين الاكسجين والكربون، وممكن تعمل باي لباي ستار، وممكن اللون بير اللي مرتبطين فيها ممكن يعملوا ايه برضو ان الباي ستار. فممكن كل انواع الترانزيشنز ايه تحصل عندي في الاسيتال باي. برضو عندي اول لو مسكنا نوع اللي هو السيجما سيجما ستار، برضو بعض الامثله عليه قال السايكل وهكسان كلها رابط احاديه اهيت وكلها من نوع سيجما، فاقدر ان انا ايه يحصل عندي سيجما سيجما ستار. كذلك يعني الالكانز والسايكلو الكانز ممكن يحصل فيها، او الهيدروكربونز عموما. الباي لباي ستار اداني مثال اللي هو الايثيلين ممكن يحصل فيه الواحد وثلاثه بيوتاداين. طبعا يعني عشان نبقى عارفين المعلومه دي، كل ما يكون في اكتر من يعني في كونجوجيشن، او في او كل ما يزيد كميه الانساتوريشن كل ما امتصاص الطاقه بيكون اكبر، وكل ما الالكترون ترانزيشن بتكون اكبر. يعني مثلا الواحد وثلاثه بيوتاداين مور الكترون ترانزيشنز عن الايثيلين، وفي البنزين اكتر منهم، وفي المركب ده برضو في الانساتوريشن زايد، وبالتالي بيمتص طاقه اكبر، وبالتالي لان هو في الكترونيك ترانزيشن بيحصل اكتر. ده الباي لباي ستار، ده تمثيل ليه ان هو في الرابطه الباي بيحصل ايه؟ بيحصل باي لباي ستار. تالت نوع من الترانزيشن اللي هو الان سيجما ستار، زي مثال اللي هو زي ما احنا قلنا من شويه الايثانول، وزي الايثانامين، وزي الايثر، لان هم فيهم هيترو اتوم اللي هي الاكسجين وهنا النيتروجين مرتبطين برابطه سيجما، فيقدروا يعملوا الالكترون اللي عليهم اللي هي النون بوندنج الكترون، تقدر تعمل ان السيجما ستار. اخر نوع اللي هو ان الباي ستار، عندي زي مثال اللي قلنا الاسيتال دهايد، قلنا الاسيتيك اسيد عشان في كربونيل جروب برضه هنا، وفي السي تريبل بوند ان في الاسيتونيترال. سي تريبل بوند ان، الان دي تعتبر هيتيرو اتوم، والتريبل بوند اللي بين الكربون والنيتروجين دي فيهم اتنين باي، يعني مش واحده بس باي، ده في اتنين باي. يعني ممكن يحصل عندي من اللون بير اوف الكترونز اللي على النيتروجين يحصل عندي ان الباي ستار، من الانتي بوندنج الى من النون بوندنج اللي هو الان الى الانتي بوندنج اللي هو الباي ستار. حسب الطاقه قلنا المخطط بتاعنا اهو من البداية، قلنا السيجما سيجما ستار هي أعلى في الطاقة، بعد كده الإن لسيجما ستار، بعد كده الباي لباي ستار، بعد كده أقل حاجة خالص الإن الباي ستار. أقل حاجة خالص بتحتاج إيه؟ تحتاج طاقة. من الهاي للو أهو عشان تبقى واضحه تماما، السيجما سيجما ستار اعلى، بعد كده الان سيجما ستار، بعد كده الباي لباي ستار، بعد كده الان لباي ستار. لو احنا شفنا الطاقه، طبعا الطاقه عكس بتتناسب عكسيا مع الطول الموجي، فهلاقي بما ان الطاقه بتاعت السيجما سيجما ستار هي الاعلى، فهلاقيه اقل من 200 نانو متر، الطول الموجي بتاعه اقل، و الباي لباي ستار والان لباي ستار لان هم اقل في الطاقه، وبالتالي الطول الموجي بتاعهم كان ايه اللي بيحتاجوه للضوء الراديشن اللي بتسلط عليهم بيكون ايه؟ بيكون اعلى. الايثانول بيحصل فيه نوعين، اقل سيجما سيجما ستار والان لباي ستار، وعشان كده بيمتص اقل في الطول الموجي، الطول الموجي بتاعه بيكون اقل. اما الاسيتال دهايد بيكون فيه نفس النوعين دول، ولكن بيزيد عليهم الباي لباي ستار والان لباي ستار، تمام؟ عشان كده بيكون الطول الموجي هيكون اكبر، تمام؟ ونكمل ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. شكرا جزيلا، سلام عليكم.